مرحبا الكريم مشاهدينا متابعينا الاعزاء، مرة ثانية نلتقي مع حضراتكم، نلتقي مع هذه الشعارات، نلتقي مع هذه الأشواط التي تجدد روح القوة والنشاط لدى الأخوة ملاك هذه الهجن، ملاك هذه الشعارات. شوطنا 18 يتحرك بفئة الجعدان، نحن نراقب أيضا هذه المجموعة القوية التي تسجل هذا الحضور في هذا الشوط. نرحب بعزران اللي بالمركز الأول، سالم بن محمد بن مترف الطنيجي على المركز الأول، المركز الثاني أبو منصور قادم مع نجد محمد الخميس بن هندي المهي من الجانب الاخر، ايضا ياتينا شعار المهندس بو علي، المهندس بن قدير، المهندس الناموس، مهندس الناموس بالفعل انه يهندس ويخطط ويتابع ويعني يسجل هذه الاسماء. بالمركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع اقول هناك ياتينا شعار قادم، هذا الشعار اول مره يشاركنا، اول مره ضيف قادم، نتاكد من هذا الشعار اللي هو رعد راشد بن سعيد الرايحي العليلي، قادم العليلي الى المواجهه. بالمركز الخامس والمركز السادس، المركز السادس اقول هناك متعب نابت بن سلطان بن رشيد اظني، بالمركز السادس بن ضبيب يتحرك على المركز السابع. هذه الاسماء، هذه الاسماء، ولكن المقدمه مشتعله نار، مشتعله نار مثل ما تشاهدون، المقدمه نار، شعار احمر قطر مر وعبر. ماذا عنا بهذا الشعار اللي هو التيار راشد بن محمد بن راشد بن غدير على المركز الاول. اما المركز الثاني يقول مشعل محمد بن مطار بن غدير الاجتبي، والقادم الشعار هذا الشعار، وسيفين سيفين سيفين ياكم سيفين، مو بسيف واحد، صابر بن سعيد بن صابر راعي سيفين. ووصلنا اللي هو الهرماس، هذا خطير الهرماس، الهرماس يبغي انه مات، الهرماس يبغي انه مات. والقادم ايضا الفايز سالم بن محمد بن هويدن، يا بن هويدن يا صابر يا صابر يا بن غدير يا الهرماس يا بن غدير يا بن غدير يا راعي الناموس يا راعي الناموس يا سلوم. مشعل 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 اللي شعل زمام الركض نار، يلي شعاره فيه مده على ظهره ينقل اشعار، الشوط من يسرح يسده، الشوط من يسرح يسده. للمره الرابعه بن غدير وين موجود؟ وين موجود؟ ما اشوفه اليوم، ما اشوفه، وين 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 ابو علي؟ وين وين؟ صباح الخير، صباح الناموس يا ابو علي، صباح الناموس يا ابو علي، صباح الانتصارات، صباح النقطة الرابعة، صباح التوقيت الأفضل. المركز الثاني، الثاني عندنا 20، نتأكد من المركز الرابع، الثاني الثاني اللي هو عزام هزاع بن سالم العبد النعيمي، والمركز الثالث فهناك سيفين صابر بن سعيد بن صابر الاجتبي. 3 دقائق و4 ثواني، معلش ما نبغى التوقيت، خلاص توقيت يكفي مع الشامخة، كفى توقيت الشامخة، وفت وكفت ووفى العاصوب ووفت منصورة بن معدن في التواقيت، ما قصرن ما قصرن.